عن وصايا الأبناء، لذلك ممكن تجعل لك مادة وهي بعنوان نتف من وصايا العلماء للأبناء، تجد كثير من طرتها مثل هذا. ومنها أيضا تائية الإلبيري: أبا بكر دعوتك لو أجبت، إلى ما فيه حظك لو علمت، إلى علم تكون به إماما إن أمرت وإن نهيت، ويكسوك في ناديك تاجا ويكسوك الجمال إذا عريت. هذه قصيدة كاملة قرابة 111 بيتا أو قريبة 115 أو 111 بيتا على خلاف النسخ، كلها في وصية الإلبيري لابنه، وليس كما هو حالنا اليوم عافانا الله وإياكم أرحام تدفع وأرض تبلع. نعم. عن سليمان التيمي قال لقمان لابنه: يا بني ما بلغت من حكمتك؟ قال: لا أتكلف ما لا ينبغي. هو هنا سؤال يقول: يا بني ما بلغت من حكمتك؟ يعني حكمتك بأي شيء. وطبعا وقالوا الحكمة هي وضع الشيء في موضعه، الحكمة هي وضع الشيء في موضعه، فلان حكيم يعني يضع الشيء في مواضعه، وعكسه السفيه هو الذي يضع الشيء في غير مواضعه. نعم.